مجلس السيادة دكتور رياك مشار نائب رئيس دولة جنوب السودان ونواب رئيس جمهورية جنوب السودان بجانب اللواء الركن ياسين إبراهيم وعدد من الوزراء رفقوا السيد رئيس مجلس الوزراء للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية التي تأتيكم من جوبا عاصمة دولة جنوب السودان. سعادة فريق أول سلفا كير مياجد رئيس جمهورية جنوب السودان وضيف البلاد الكبير سعادة فريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس سيادة السوداني، أرحب مرة أخرى بالنائب الأول رئيس جمهورية جنوب السودان الدكتور رياك مشار تين، ودعوني أيضا أجدد الترحاب بسعادة فريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول رئيس مجلس سيادة السوداني، ورحبوا أيضا بالدكتور عبد الله حمدوق رئيس مجلس وزراء حكومة السودان، ورحب بالسادة نواب رئيس جمهورية جنوب السودان، السادة والسيدات أعضاء وعضوات مجلس السيادة السوداني، ورحبوا أيضا بكل وزراء حكومة جمهورية جنوب السودان، وزراء حكومة السودان، الضيوف الكرام من الدول الصديقة والشقيقة، الإخوان في دورة الإمارات، الإخوان في تشاد، الإخوان في مصر، والإخوان في كل الدول الذين حضروا هذه المناسبة. أرحب أيضا ترحيب خاص بقيادة كل الحركات الذين يصنعون هذا الحدث الكبير. خيل استهلال لهذا اليوم وجب تصنع السلام. دعوني أن أدعو الشيخ عبد الله برك ليستهل هذه المناسبة بآيات من الذكر الكريم. سماحة الشيخ عبد الله برج، ألف مرحب بك. الشيخ عبد الله برج يتلو آيات بينات في مستهل هذا الاحتفال التاريخي لأهل السودان، وهم يوقعون بعد قليل بالأحرف الأولى على اتفاقية السلام بين الحكومة والجبهة الثورية بكافة فصائلها في خطوة تعزز أمن واستقرار السودان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. صاحب الفخامة رئيس الجمهورية، صاحب الفخامة رئيس مجلس السيادة، أعضاء حكومة جنوب السودان، أعضاء حكومة السودان الشقيقة، حكومة انتقالية، قادة الجبهة الثورية السودانية، نبارك لكم هذا اليوم المبارك
ونبارك لكم اتفاقكم على إنقاذ أرواح شعبكم وندعو الله جميعا نحن باسم رجال الرجين في جنوب السودان نشكر الله ونشكركم والكراهية والدمار وفقكم الله وجمع قلوبكم وطهر نفوسكم وحفظ بكم البلاد والعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ عبد الله برج إذن قراءة في الأنجيل يقدمها دكتور جمعة كندا دكتور جمعة هو أستاذ بجامعة جوبا أستاذ الجغرافيا بكلية التربية جامعة جوبا هو أيضا شيخ من شيوخ الكنيسة الإنجيلية بيوم درمان وهو أيضا في الفريق